قبل 7 من أكتوبر. عايز قبل 7 من أكتوبر، أنت صراحتك في الحوارات اللي أنت عملتها ومنها الحوار اللي احنا عملناه عملت إزعاج، نوع من التهديد، نوع من الغضبة، نوع من التخوين؟ لا لا التفت إلى هذا، لا تلتفت إطلاقا. خلاص نرجع لسبعة لا التفت إلى هذا. قبل 7 أكتوبر، قبل 7 أكتوبر كانت إسرائيل تغلي من الداخل. مظبوط، 9 أشهر كان عندهم كارثة بتاعت قانون القضاء. وإسرائيل تغلي كالمرجل، حالة غليان، مظاهرات في الشوارع، مظاهرات. الأمن الإسرائيلي كان يتوقع اغتيالات سياسية في كل لحظة. ليه؟ إسرائيل تعيش، وخلينا برضو نتكلم بصراحة، إسرائيل تعيش على فكرة التهديد الخارجي. صحيح، فكرة العدو الخارجي الذي يستهدف كل الإسرائيليين، يستهدف الدولة اليهودية، الدولة الإسرائيلية. أيوة. إذا زال هذا الخطر الخارجي، يسموه الخطر الوجودي، الخطر الوجودي إذا قل أو ضعف، نلعب بقى جوه، ستتكشف وتتفجر كل التناقضات الداخلية في إسرائيل وما أكثرها. صحيح. وبدون خوض في تفاصيلها، لأنه هذا له مناسبات أخرى. قبل 7 من أكتوبر كانت إسرائيل تعيش هذه الحالة في هدوء، في سكون نسبيا، الجبهات العربية هادئة كلها، حتى داخل فلسطين في نوع من الهدوء. نحن كنا بنتكلم عن السلام الإبراهيمي كمان وبالضبط وكنا بنتكلم الأمور، وكنا بنتكلم عن تطبيع دول أكبر، ده وصل التطبيع لحد الخرطوم. وإسرائيل إسرائيل انكفأت على نفسها، فظهرت كل المثالب الداخلية. أيوة، ظهرت فجأة وبدأ في غليان. نتنياهو مع ائتلافه اليميني ضد اليسار والوسط، المتدين ضد العلماني، حالة غليان. ماذا كانت تنتظر إسرائيل أفضل من مسألة تعيد لها وحدتها؟ تهديد خارجي، تهديد خارجي، تهديد وجودي. وجاء هذا التهديد الوجودي أو الخارجي يوم 7 أكتوبر. تبدك تقنع مين إنه إسرائيل التي كانت تعرف أن هناك شيئا ما يحضر له وحضر له ابتداء من 23 سبتمبر 23 في عاصمة عربية، في عاصمة عربية، في عاصمة عربية، ووصل الأمر إليه، ووصل أمر إسرائيل طبعا، ولم يحركوا ساكنا. والذي يعرف جغرافية قطاع غزة يفهم هذا جيدا، وحدث ما حدث. لا، حتة الجغرافيا دي مهمة برضو، الجغرافيا المنبسطة المفتوحة، المكشوفة، أي مكشوف، التي لا تخفي شيئا عليها. أيوة، يعني نظارة كل حاجة تتشاف بدون نظارة، بدون نظارة، يعني لا فيها جبال ولا فيها ولا كثبان، حتى ولا كثبان. وجاءت أحداث 7 من أكتوبر اللي كما قلت لما تأخذها لوحدها هي حق مشروع للشعب الفلسطيني في سياقها، بس في سياقها الوطني، في سياقها الجماعي، في سياق القرار الوطني. أيوة. مش حزب يختطف القرار الوطني ويعلن حرب. طب يا أخي شاورني، يا أخي شاور الآخرين. طبعا بقول لك إنه بذمتك يعني لو شاورك، لو شاورك هتبقى مفاجأة؟ لو شاورني أي هتبقى مفاجأة بالنسبة لي، بالنسبة لك أنت. لكن هتبقى شاورني اصلا لو شاورك هتبقى مفاجأة، انت مش متوقع انه يشاورك؟ لا اصلا. طب لو شاورك يعني النهارده لو جم راحوا قعدوا مع ابو مازن وقالوا عايزين نعمل 7 اكتوبر كان هيوافق؟ والله ابو مازن هو صاحب القرار، هو الرئيس، هو الرئيس. يعني انت عايز ترهن حركه المقاومه للسياسه؟ طبعا بكل ما في الكلمه من معنى. نحن اصحاب شعار، والذي قال هذا هو من حمل البندقية في عام 64.